와드리오테 롱투와마하이. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دا وضيال كسر هذا برنامج كني تفاين كفسرني ريوين كا كده ونشرتين تي في جا عالمي جا يونيفرسال ولا ريال حالي وحي إنه كويس تاجني تشاهد كا أشهد أن لا إله إلا الله ذا كويس تفسرات ديري وحين أوحي تعاود إلى تسبيح ذا سبحان الله حسد إلهي سبحانه وتعالى ريوينك كصاب صن حسد إلهي تسبيح ذا كجرته ومغفرة يدب بداف حق الله سبحانه وتعالى وارساقة واسعة والروب سوداء والمرشة تسبيح ذا قفك لانتا عدية وتسبيح سنيو وتسبيح ذي سنة لدريمو أما لغو ريوضو تاسوحي عدين ساقفك سنو خاتمو لك سنو كل انتهي. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون بإله سبحانه وتعالى نبي يونس وقصة وكورمية وشيغي تاوحين وحيك تقف قدير كل ريوضة توبد يصون نقش إلهي لو صون نقون أيو توبدا سوى ودنبداف توبدا سوى حويا وفقفق ورقفك من هذا كفق هذا توبدا قفك حراني حارك حران وحويا ودقدقين إلهي سبحانه وتعالى حركة وقصة صار أيو قفك عقوبة ليس إلهي عقوبة وكقمن أيو قفك حنوصان أيو إلهي سبحانه وتعالى نحنوك عافمة ذكو بدل أيو قفك فقير كي وحباهي سني إلهي نحول الصين أيو عموما توبدا وحويا وخير يا الرحمة يا نبت قليو تاوحين وقحيقة قف قبل هذا كأدي تأدي بين ولكو كرنا أدو توكل كو أدو كل رياضة إنه توكلي أما إلهي سبحانه وتعالى ترسل هرتي قف إلهي ترسل هرتي سقر ريونية وحويا قف حقي قرتي ونص النقضي وحال بشارة وتهاي قف كاسينو نجاح ليه ويعني قولي سليه توفيقنا إلهي سبحانه وتعالى كتي سوكيه ليه تاوحي نوغي حكتا قف قبل هذا كأدي كل رياضة عدي قفك من هذا كيو كل رياضة مثلا بتهجد أما صلاة الليل وحتى سمكة وحي عطيني ساعة تتهجد كاسي إن قفك من هذا كي ظلمات يفتن وكسو غيهي إلهينا سبحانه وتعالى وكنا بتقلين أيو إلهي سبحانه وتعالى حق كسو غيهي توبدي سنة ربي سبحانه وتعالى وكاقبل أيو خاتمدي سنة وناكين أيو عمرقي سنة ودارين أيو ربي سبحانه وتعالى تاوحي نوغو حيقا إن شاء الله تعالى قبل قبيسي أو كلا قلت بلا ذكي بيها هواية ويسنك الهواية تيبو منو الصمية قبل قبيسي قبل قبيسي تاسي وحويا قفك كوريونية وقف الإله سبحانه وتعالى طعادي سملتزم كوا وقف نيدي سوى ونكسنتهي وقف طهارة ديدية قفك عن حاسك العين وحاسي بشارة قور قبل ونكسن وقور سندونو إنو ونكسن وحويا المكان الصرع أيو الله سبحانه وتعالى تسكيليا قبل قبيس قاسي قف قف دليل ويا هاي تذكر الله قف السراء إنه قف قاسي سفر رب حيو وحقف الله قف السراء إن قف كحنون يقص الصعوده وأيتاني الله سبحانه وتعالى عافمة ويديستو تاوح إنه قف حيا مع السلامين قف قدي ومع السلامين وكل رياضة ما هي دليل تهاي وهاي دليل تهاي قف قاسي إنه فراق وقف قاسي قف قاسي مع السلامين وكتجيو إن قف كجريسي سود واتي الزوجة ده ما حاسك وعدي أي أذيع إذا مع السلامين يسوع من سقوطي يسوع تاسو حي عطيني ساين سفريان عدي ال تذكر شقذك وذا شقي يسوع عد اسمع السلامين يان قف بشقذك التجيور ساقد ملك لك هري وجدي يا أبو هتقف مع السلامين يان المهودي السلام يان مع السلامين يان سفر فوق بالماسي جليا لكن سفر كار ساقد ينور ولكن أي كل لما أنا من الصعطة قف كده يكون رياضة تعسي يعني التعسية ذي نعمل سجل التعسية ذي نيو وابو شارد بوش ربيو تاي قف كاسي محنة داس إن الله سبحانه وتعالى خير وقول ما ينيو إلى يرسى قد وينور ولا أحسن وصين يو تعسي ذا قف كميت كلا تعسية ذي نيو أنا وحويا قف كلا تعسية ذي حالتي سوي ولا أحسن نساء عروتي سنوي فرب بضنا يعني يرسى قد سنوي بضنا نساء تعسية ذو مركي كو تعسية ذيني يعني تضح حن أو منافقين أو يعني الله سبحانه وتعالى كو حنين تاسي النفاق يبين بي عدين نساء قفكو إنو تذكر نوع عاسي سكي لاليو تاوحي نقو حكتا قفكا ديو كو ريوضي اللي هدي ذيو أما هندي ذال لغو وضو تاسي وحوية النبت قليو قفكا اللي هدي ذي ظلم اللولي مد افتراء بين أبور لقا أبوري خسارو وحاسو لنبو الله سبحانه وتعالى وقفك النبت قلينا هدي ذات تذكونا توحي دليل تهي طغيان
iyo fitno iyo qofkaasi lagu kibray xaakimka waxaa la yimaadaana waxa weeye waa mid taaqi ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ay tahay inuu baryo in ilaahay jalla wacala uu ka kaxeeyo taa daawadayaal waxay noogu xiga yixaaska ama timsaaxa xayawaanka carabtu tiraahdo xayawaankaasi waa xayawaan khiyaamo badan waa xayawaan adadag waa xayawaan dulmi badan ah la yimid waxa weeyaan marka qofka banaadirka inuu iska ilaaliyo wixii tuuga iyo wixii isku day inuu dhibaato qofka ka u geysto qofka arkay inuu timsaaxaasi yacni doonaya inuu cuno ama uu qabto waxayna ogaadaa qofkaasi tuug baa hareertiisa marmaraya ama qofkaasi xaaraan buu cunayaa wixii tuuga hareerihiisana iska ilaaliyo xaaraan cunayaanu noqonine xalaal ha quudo ama ha cuno qofka haddii uu ku riyoodo tanuur ama ofinkan cuntada lagu kariyo ee kulule hoosta biitsada iyo cuntada la geliyo haddii qofka arrintaa ku riyoodo dabka tanuurka ah ee uu qofku ku riyooday waxa weeyaan cilmi fara badan ra'yi wanaagsan talo fiican dabka lagu shido fure ofinka lagu shiro waa karam iyo deeqsinimo qofkaas ilaahay siiyey iyo xoolo iyo khayr uu ilaahay subxaana wa tacaala siiyey dabkaasi ama tanuurkaa shidan haddii la arko uu qofkaanu xaas lahayn waa uu guursanayaa haddii dabkaasi maxay ahayde dabkaasi markaa waxa weeyaan marmarna wuxuu noqonayaa ibtilo ilaahay qofka manaada ka ibtilay inuu ilaahay subxaana wa tacaala ay naga badbaadiya dhammaanteenba tufaax qofka manaadka haddii tufaax ku riyoodo riyooyinka tufaaxa oo dhami waa riyooyin wanaagsan waa fawaakiha qurux badan oo tacmad wanaagsan oo ur wanaagsan leh waxaanay calaamadu tahay ehelka awlaada iyo xaalka iyo xoolaha dabeetan kolba tufaaxa xaaladiisu siday tahay ayuu tafsiirkuna noqonayaa casiirka tufaaxa oo kale waa bashbash iyo barwaaqo iyo arsaaqad badan geedka tufaaxu waa qof saalixa oo haybad leh oo sharaf leh tufaaxu waa sanado kolba inta sanadada intaas xabidada tufaaxa ay tahay ayaa sanado wan wanaagsan qofkaas soo marayaan qofki matalanba tufaaxad kale iyo arkaa waxa weeyaan sanad ayuu qofkaasi boqortooyo ama arsaaqad ama wax wanaagsan u helaya hadday laba yihiin waa laba sanadood saddex sanadood wahaakada waxay noogu xiga geedka la yidhaahdo atiin geedka tiinka la yidhaahdo waa risqi qurux badan oo barakaysan hadduu qofku tiin ku riyooda isagoo cunaya waa sixo waa caafimaad waa xoog waa duriyo weeyaan qofka haddii uu tiinka iibinayana waa qof cilmigii qaybinaya oo dadka ku caawinaya khayrka iyo wanaagga u qaybinaya geedka tiinkuna waxaa lagu mithaalaa ama waxaa lagu fasiraa qof nina oo xoola leh oo dadku ku intifaacaan oo khayr badan oo sadaqada bixiya tiinku markaa haddii waqtigiisii loogu talagalay ilaa sanadkii waqtigu aan unba soo baxaayo waqti aan waqtigiisii ahayn haddii aad ku riyootay in tiinkaasi la cunayo uu soo baxay waa xasad adiga lagu xaasidayo dadka markaa hawshaa ku jira ama riyadaha reereeda iska ilaali tiinku marka uu yahay mid qalalan taasi waxay sheegaysaa arsaaqad yacni kaydsan iyo camal aakhira loo shaqaysanayo labadaba way sheegaysaa kadalika taa waxay noogu xiga qofka bilaadanki haddii uu yacni bukhuurka ama unsiga uu isticmaalo uu isu soo dhaweeyo urtaa dareemo waxay taas sheegaysaa inuu akhlaaq wanaagsan ninkaasi leeyahay mucaashara wanaagsanna dadka kula nool yahay dikri fiican iyo xus fiicanna marka lasoo hadal qaado lagu xuso ataxiya salaanta hadduu qofku ku riyooda inuu cid salaamayo qofka riyooda inuu cid salaamayo qofkaasuu salaamayana cadaawad iyo dhibaata ay ka dhexaysay markaa qofkaasi qofka farxad iyo amni iyo khayr buu kala kulmayaa oo cadaawadaasna ilaahay subxana wa tacaala dhexdooda uu baabiinayaa hadduu qofkaasi markaa salaantiisaasi ay tahay salaan matalanba ganacsi wadata markaa ganacsigaasa hore sare u kacaya oo meel fiican ayuu marayaa haddii cadowgiisa uu salaamo isagoo hadiyad siinaya ama u dhiibaya markaa cadowgu wuxuu ka dalbanaya inuu la heshiiyo marka heshiis weeyaan taasi qofkii arkay inuu salaamayo qof cadowa ama mucaanaqaynayo oo dhunkanayo taasi waxay daliil u tahay inay cadaawadaasi zuushay haddii qofku dad uu ku bilaabo hadal inta aanu salaamin waa mukhaalafadii sunnada marka taasi waxa weeyaan bidco ayay sunnada uga dhowdahay iska ilaaliyo bidco ayay sunnada uga dhowdahay sigaar hadduu qofku ku riyoodo sigaarkaasi waxa weeyaan waa xusni waa mugdi waa diiqad qofka haddii uu ku riyoodo tiget lagu dhoofo ama mid tareen ha noqdo mid bas ha noqdo mid dayuurada ha noqdo safar ayaa qofkaasi u diyaar garoobayaa oo safar ayaa kusoo socda weeyaan
تات وحين أقول حقيقة تابوت كمان مثلا بميت كصندوق اللي أقول ريدو تاسوا بقرطوية وين وقف كهيلة يو قف قد يكون ريدو نركيس إسكا صار تجارة من الملابس ترك هذا من عام إسكا صاروا بابليكا سرتي سافة ذي حذو بيسا قف قد نركيس إسكا صاروا لكن عوردي سؤالي مقنن اللي بعطوك سو سعتي أي إلهي سبحانه وتعالى وكتوبد كان يا توبد تانا وربي سبحانه وتعالى وكأقبل يا تاوحين وقوح يكتا حرفك الثادة وحين كبلا بينا ثادة ثأر أما أرقوس الشو قل أرقوس الشو ذو مركة هردتها هاي وعذاود يفتنو قفك لقو حق دبي وقف مغلوبة والمعتدي قفكي قفكي حق دبي وقف مغلوب ولا قبضين دونا قفكي لقى ظلمية لقو حق دبينا وقف غالبة وإلهي سبحانه وتعالى حقك عندي سودي بيو قفك حاكم كهي إلهي سبحانه وتعالى وحان سودة كين تتكو حكمانا قف إن لاقا أقبل حكم كيسا أو أبيرات إماها تاوحين وقفك ثدي أما الناس صدقفك الرياضو ناس كو اصلا وحو علامه ويهي قفك دمركا قفك نكينا ناس كي سوا ناس ير او حوق وين او تيماله مركا وحو علامه ويهي كبر لانتا مكا حق دمركا وارين محمود او ناكسن وحانو دليل ويهي ادو ناس كو عادي هي ان قفك دمركا صالح صالح تهي ويعروتي ذي ريكي ذو في عن تهي لكن ننكا ناس كي سوا ديو وينادو وأنا موجود ناس كي دمر كوكله أو تبنا عنو لهين تحسين مكان وحشة كسرهم منحرف هي عاصين هي لا ينوصل نقضاء هاي وحنا دعي كرسين هي قف إلهي سبحانه وتعالى محرم تي سيزنا ذي وحبت صدى إلهي محرم في سكيل عليه مركاين إلهي كبر ضقف كاسويا قف كدي وكرهي وضع إن عانو أي كسود يعني قف دي الغرهي وضع إن عانو قف دمر الناس كي ذا كصوب حيان تحسوا بشاره وعلقوا بشاره إن قف كا إن الغرسن دونا دانو حاصين المرة dalid doono oo nasnuujin doono hadii uu aanahaasi ka soo baxaan الناس نينا تاسي واحد شيء جيان حال كيس سقف كاو يسبدلي هذا ما كقف كاسي عزب يهاي أنا قرصني وقرصني يا هذا نحور الله نحوله إلى هاي سينا يا هذا حنوصني إلى عفوا بوصينا يا قف ككر يوضع إنن كع إنه شقيه ناس كي حاس كيسة أما قف كي أما قف دمر الناس كي إذا شقيه وقف ويني هاي تكاسي ما كوا حنون كل عدونا قف كأنت على يمد حنون خطير ودين جرس حن وكل عدونا وكفريسين دونا فرجة كفريسين دونا عنتظا iyi xarakada iyo socodka ilaahay jalla wala inaga nabad galiye ka waxaynu ugu xiga barafka ama thaljka waxa loo yaqaan waa shifo waa nadaafad waa safa waxa weeyaan riyooyinka barafka ku saabsan oo dhan waa riyooyin khayra ugu bishaareynaysa qofka in xumaanta iyo dambiga oo dhan laga meeyay oo qofkaasi xasanaat iyo khayr badan u helay laakiin hadii biyaha ama barafkaasi uu farabato oo xadka aad u dhaafo taasi markaa waa ibtilo iyo imtixaan qofka la imtixaamayo ka insha Allah ta'ala waxaan ugu xiga walaalayaal daawadayaal fariid baa la yiraahdo KK bay qolada qolinka barnaa iyo qaanaar heer Kenya oo kale waxa weeyaan sabaayadii ama canjeeradii oo inta lagu gooyo hilib iyo khudra khudradna lagu walaaqo lagu gooyo waa bahalad u macaan oo ku riyooda waa risqi wanaagsan waa cimri dheer qofka fariid farabadan oo sabaayad farabadan oo digaagiyo iyo wixiile iyo maraqiile waxa weeyaan cimri dheer iy caafimaad la socda qofka arkay inuu thariidka cunayo oo dad badan la cunayo taasi dareen farxad iyo aroos iyo bashbash bay tahay thariidka marka la cunayo waa digaag ama hilib lagu cunaa hadii hilib iyo digaag iyo wax dafaata lagu cuni waayo taasi wax sheegaysa dhibaato qofka bilaadanka shaqadiisa uu ka shaqeeyo ka qabsan doonta marka thariidku si guud ahaaneed waa arin wanaagsan isaga iyo aragtidiisuba waa arin farxad leh oo fiican qofka duu xoolo lagii xoolo ku riyoodo waa nicamka Ilaahay waxaanay cadeynaysaa sheegtay inta badan qofka dumarka ay haweenka ay saalixada ee wanaagsan ee xasanaadka badan marka qofka binaadanka ta arkaya adduu muslimiinta wanaagsan ee saadiqiinta ay yahay Ilaahay ziyada iyo khayr buu siinaya adduu qofku yahay qofku riyooday xoolaha waxa laakiin qof mufsida oo fasahaad badan oo dhibaato badan ama marka wax weeyaan wax wanaag lama kulmayo hadii ka dalka qofku xanuunsanayo oo xoola arko fa huwa muwaddi' waana si socda oo yani geeridiisa iyo waqtigiisa soo dhawaaday athara qof ciid ama board la kulma
وكريوضة أركتذا بورك أي عيدة سوى ميد وناكسن ووحي الله سبحانه وتعالى كأبوري منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى مركا كل برهيضة نعاصوك لي حال والبها النغضان وحواري وناكسن ويان كاوحي نوبحيك دلدلولكو وأسرارتي مسرتي ولا كشفي وحانيك وحلنت كل بوحة لقد حركة يالكا أدي خير لقد حركة دلولك أنا وخير أدي شر لقد حركة أنا وشر لكن دلدلول هذا فراها بضلة جدارك قفك مثلا با جدار كيسة أما قفك بلا ذكاء توب كيسة كدعاء وفساد حق الدين تأويا قفك بلا ذكاء وحالك واركو أدوك كل رياضي أما يهي أما قف له رياضي وقفك قرن يهو يهي قفك سوين التوبة دا يلاهي وصول نقشة دا وددكي إن شاء الله تعالى كاولا يوحي نوحيك وحال الله يقانو عريسك أما ميسانك كيلوغا منوس كيلوغا كان مثلا بون كيلوغا كيلا تشوغي لغو ميسان بيكري سنكورتا يبريسك وكلا مركا أثقاش سوى همي عريسك يا كيلو يدا سوى همي ودين بين نغون كرتا دين بيكري نغون كرتا قفك بلان ذكا ديلا ركيسة ويسك تورية وكيلو يدا دين عكلك تورية إلهي با سبحانه وتعالى فرج أفرية إلهي با سبحانه وتعالى كربدا كقاضية إلهي با سبحانه وتعالى دين كأفر دين دين تيساين وسكبحيو أرساقد ونكسر نوصيو لكن قفك دي عريس دريمو وكعلوس هي طاعدي إلهي وكعلوس هي مساجد تقي وكعلوس هي عبادتي وكعلوس هي صونكي قف كاس وقف منافقة أي هاي سلاليو إلهنا سبحانه وتعالى هكعب صوضو تاوحينو بحكته اللير كشرحن كا لو حلو شرحه أما نجف لو يقان عرفتو تقانا مثريا لو يقانو دير لير كوينس جدار كسرين تلو حلو ساو صو دلدلن لير كاسي أركتدي سوا ركتو ولكسن وحويان مجدي وقف كسارة وقف كطريق ويفتيميا وقرق ويفتيميا وأبو شارو قف أبو شارين إسا مكانه ده قف كاسين مكانه ولكسن تهي وحدونين قف كونه هيل كريو مركاو براريو يبش بش قرقة ويمد صور دعتان كصور دعائي كبتو وحويان خسارة حق حورها وكلية خسارة كربنا هذا كامها عديل الصورة يو يعني مدع عصب والله يدوينه عصب تاسي واحد شيء كسر رزق عصب وزيادة مال إلهي سبحانه وتعالى وبركي ومال كاسي ويا مال حلالة بإذن الله توحين أقول حكتة بارك الله رجلي ثعبان أم مص ثعبان وحويان عدو سقى القلوعية والصعبة هذا كان هاري راح قفك أيوه وري قال يستا سيد قفك بلادك وقبصده ويعني جوشه وجهله ومخلوق حاسدة وهذا كان سكوت ضيعن قفك أما ومسك عليه سجلية وكتخلصه هي اللي تانك اللي هي اللي يو مسك عسنا أما الله لعيار يو تاسوا قوة قعدت القبنا يو قوة هي سلطان هي حجة هي كرامة إلهي سبحانه وتعالى وقفك بلادك ربي سيي كاوحين وقفك حيوان كان له ضد عوضة أما الثعلبك حيوان كاسي وحو دليل يهي خاين لماذا فرح بضلة وعادو قفك بني آذنك شرء يعني شرب وضع هذا كان لك وحسك لقينه صاحيبي هاي قفك بني آذنك كره يوضع ان تعو ايقنين تي وحويا وحو كود عيا لباتو كود عيا لباتو ذا اسكيل عليو أدي مركا كره يوضع انو دعو الله عيار ايو قف دو مرأي او ناكسانو هبي كدكتا ايو كرسان ايا قف كره يوضع انو قرأ ايو اما قورع ايو دعوو قف كاسي وحو مكا كقولي سان ايا قف عادة ويسكو هايين ولي قوذي اللي هودبا قف كره يوضع انو حران ايو حرق لقسم ايا دعوو دا لقصاري دعوو دا هرق ايضا دو حدو قف كاسي عزي ايا جاه ايا منصب ايا مقع ايا حولو هلا ايا ايا لحل ولحل دونو قف كلا صاحيبا دعووين دور كريوضة قف قاسي وقف شر بضن أو لباطة بضن أو يعني ماكرة أو خيام بضن إلهي سبحانه وتعالى كبغضو تاوحا كو حكتو حيلا بان ثورة أما كعدومها سيدي قولوا يكلمة كبضن الشعب يريد إسقاط النظام إلى هذي سباب لأي قيلية سيدي حكم كبدلان تاسي واحد دليل تاي فوضة ير عمال ذا يتشتت كي ضياعة يهلوغا خاصة ثورات كان إلهي سبحانه وتعالى كبقنين تدك قاتشوني أنا أقيمينين مركاتان إلهي سبحانه وتعالى قفك بالهذنك إنو نبتقلي إلهي ربي ويديستو أي واجبكو تاوحين وقوحيغا ديبيغا أما ثورك وحالي لهذو ديبيغو كل بحالتي سيكو حلانتهي أدي وحوق ويهي وغمت قوية ويهي ولا بقي سوذو ليهي تاسي واحد دليلو تهي سلطانك يحوق يمال كيسوين ويدا يعني أيو بركي سيهي رزقي سيصروا بحيا حولي سنوي فربنانيان قفك له
isagu iska haysa haysta dibi xanuunsanaya oon gees lahayn taasi waxay dalil u tahay inuu daciif qofkaasi yahay meel la gaareen qalida la qalayo dibiga taasi waxay tahay guul qofka bilaabanka helayo soo dhicitaanku dibiyaal ay ku soo dhacayaan dadna dhimashada dadka inay shahiidayaan ayaa arrinta taasi caddaynaysaa haddii qofka bilaabanka qofku ku riyoodo dibi xaaskiisuna ay uur leedahay waxaa la yidhahdaa hadee jeer ilmo wiile ayay dhali doontaa ka waxay nagu xiga midhaha thamara midhuhu waxa weeye waa kelimada tayibka waa cilmiga wanaagsan ee naafica waa arsaaqada faraha badan leh waa maqfirada xagga ilaahay subxaana watacaala ka timaada marka runtii midhaha lagu riyooda waa arrin wanaagsan waayo risiq iyo camal fiican oo wanaagsan bay leedahay laakiin midhahaasi hadday tahay kuwo xumaaday ama uskag leh ama aan si fiican u bixin oo aan bislaanin markaas waxa weeyaan camalka insaanka weeyaan waa camal aan meel gaadhina marka qofkaasi inuu ilaahay subxana watacaala ka baqdo uu usoo noqdo ayaa waajib ku ah qofka haddii uu ku riyoodo camal thamuud haddii uu ku riyoodo ama reer qowmu thamuud marka qofka qof wadankooda ku riyooda wax la qaato wax ku darsada dhex gala isagoon dagaal kula jirin oo dee khaladkooda u sheegin qofkaasi dacwadda ayuu kasoo horjeedaa daal mudal weeyaan gaalnimaan uga dhow yahay iimaanka ee ilaahay subxaanahu watacaala ha usoo noqdo qofka ku riyooda hadal badan iyo buhaabuhaa badan qofkaasi lagwiga iyo hadalkaa badan haddii uu kasii jeesto waa qof mu'mina haddii uu laakiin ku dhex darsado qofkaasi waa qof hallowsan ee ha iska ilaaliyo qofka ku riyooda toonta dad ku riyootid urteeduna ma fiicna nebiguna wuxuu nahiyey qofka cunaa inaanu masaajidka salaada ugu imanin lidaalika aragtideedu waa kariiha ma fiicna waxaanay calaamadu tahay qofka haddii uu kugu yiraahdo waxaan ku riyooday toon waxaad ku tiraahdaa waa xoolo xaaraana ee iska ilaali inaad cunto waxaan igu xiga toobka ama waxa la xidhan yahay kolba waxay ku xidhan tahay kalarka wuxuu xidhan yahay iyo nooca ama qualityga uu maradaas u xidhan yahay ay ka samaysan tahay hadday suuf ka samaysan tahay waa digsooni weeyaan waa xoolo calaamad xoolaha waayo dadka fuqaraadii maba isticmaalaan nooca marka waxaanu sheegayaa caafimaad iyo sixad iyo ilaahay subxana watacala inuu qofka ka badbaadinayo xanuunka haddii toobkaasi uu ka samaysan yahay cotton taasi waxay caddaynaysaa qofkaasi raaxatulbaal inuu haysto oo damiirkiisa iyo maskaxdiisuba ay degan yihiin xasilooni yihiin oonu wax dhibaato ahba yaraatay aanu lahayn haddii qofku ku riyoodo toobkaasi inuu toob xariira yahay ragga waa dembi bay ku tahay waayo inama banaana dumarkana waa hana iyo sacaado iyo nolol wanaagsan iyo farxad weeyaan qofka haddii uu ku riyooday qof dhintay oo xariir xidhan qofkaasi waa qof lagu bashaariyay jannada waana calaamad aad iyo aad u wanaagsan kalarada haddaynu usoo noqono taasi qualitygii waxay ahayd toobka haddii qofku xidhan yahay toob gareena taasi waa bushaaro khayr ilaahay subxana watacala agtiisa daliilna waxay u tahay taqwada ilaahay iyo cabsidiisa toobka haddii uu yahay toob cad yacni toobka akhtarka ee cagaaran buu yar ka hooseeya laakiin dadka muminiinta waaweyn buu ku jiraa toobka haddii uu yahay toob cas dumarka umaba dhibaato male laakiin ragga waxay daliil u tahay qofkaasi inuu hallowsan yahay toobka haddii uu toob madow yahay qofka toobka madow arkay isagoo inuu xidhan yahay haddii uu adduunyada xanuunsanayo waa qof markaa noloshiisi yare ka harsan tahay qofka haddii uu xidhan yahay toob hurdiya qofkaasi waa qof hami iyo xanuun ku soo socdo qofka haddii uu xidhan yahay toob kalaro badan leh waa fitno iyo ziina baaliya iyo xusni aanu ilaahay subxaanahu watacaala inuu ilaahay ka magan galo uu ka toobad keeno ay tahay toobka haddii uu yahay toob cusub haddii qofku singal yahay amaanu guursanin waa xaas weeyaan toobka haddii uu yahay toob madaxa qofka bilaadankaa qariyey oo madaxiisa iyo jirkiisa oo dhan la qariyey taasi waxay caddaynaysaa qofka ajalkiisa inuu soo dhawaaday oo waxaanu xidhan yahay sidii kafankiisii oo kale uu yahay malakulmowt baa soo socda ee ka hortago toobad keeno ilaahay ka baq toobka aada xidhan tahay aad ku riyooto haduu yahay toob jeexjeexan taasi waxay caddaynaysaa toobka jeexjeexan inuu qofku sixran yahay macawidaadka iyo aayata kursiga iyo ruqya sharciya sida ugu dhaqsaha badan leh isla ogow toobka haddii uu yahay toob naar ay ka dhex ololeysa dab ka dhex ololayo taasi gaalnimo iyo rido diinta islaamka laga rideeyey ayay caddaynaysaa ay isilaali
قف قديو كريودة ثيب قف عرملة أما جروب قديو كريودة ورزقي هي بركة هي صنع قد الله إله صنع ذا قف كي أركم ركين وجرس ذي قف عرملة أن حاصل هين وحوي قف كسو التوبة كينا يا صالحين تنا وكمل نقول يا أدي أي قف قدو مركي أركتين يعني إني عرملة هاي أما أي تهاي قبل أن جرس ذي ولا قد انتهي أما لقيت جي وحويا وحويا وتقوى وتقيا وصالحة رحمة الله إنه يسوع يسا رحمة إلهينا ربي سبحانه وتعالى رحمة يسوي سوي سا حتى أنت كوي حكسيو تلاك دا تلاك دا دوقف كل رياضة تلاك دوار ساقد واسعة ولا لاتسا لا لاتسا مكا تلاك دا لفتركي دا ركتي دا في عن تهي انت أصلا إن شاء الله تعالى كسوكو بيا حلقة ديني تبناد عاوة إلى الله سبحانه وتعالى كبر هي لما أنت بين الكوي كفاي دي سنة إلى نقلنا إلى الله سبحانه وتعالى كل بشيء نكون شرنو عبادات كذي خير كذي إلهينا ونوافي شيو خير الدنيا وخير الآخرة إلهينا وصيو شان رضي إلهينا قلي نارتنا إلينا قبد باديو توضي توحيدك لله ربي سبحانه وتعالى إلينا نقصه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي أمان الله. Wadriyote, runtu wa mahayi.